هذه الكلمة ويسرني أعطي الكلمة الآن لأخي صاحب السمو الشيخ صباح من الجار الصباح أمير الكويت الشقيقة. فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، صاحب الجلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية الشقيقة، أصحاب الجلالة والسمو، أصحاب المعالي والسعادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسرني بداية أن أتقدم بخالص الشكر وعظيم الامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وإلى حكومته وشعب المملكة العربية السعودية الشقيقة على تفضلهم باستضافتنا وعلى ما لقيناه منذ وصولنا من حسن وفادة وكرم ضيافة وإعداد متميز لهذا اللقاء الهام. كما يسرني أن أضم صوتي لأخي خادم الحرمين الشريفين بالترحيب بجلالة الأخ الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية الشقيقة بين أشقائه قادة دول مجلس التعاون. إن هذا اللقاء المبارك الذي يأتي في ظل ظروف سياسية واقتصادية وأمنية حرجة تمر بها أمتينا العربية والإسلامية تتطلب تنسيقا مشتركا وتشاورا مستمرا وتعاونا كبيرا في غمة غير مسبوقة بيننا كقادة لدول مجلس التعاون والمملكة المغربية الشقيقة. ستعطي الشراكة الاستراتيجية القائمة بيننا أبعادا إضافية لتعاوننا وستنقلها إلى فاق جديدة تحقق أمال وتطلعات شعوبنا. أصحاب الجلالة والسمو، تعتز دول مجلس التعاون بعلاقاتها الأخوية التاريخية والعريقة التي تربطها بالشقيقة المملكة المغربية والتي كان سعينا على الدوام إلى الارتقاء بها إلى مستوى يعكس عمقها ويجسد تجذرها حتى تمكننا بفضل من الله وتوفيقه وحرصكم على الوصول بها إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية المشهودة. أصحاب الجلالة والسمو، إننا ماضون في سعينا لتعزيز هذه الشراكة الاستراتيجية لإيماننا المطلق بحتميتها وضرورتها في ظل أحداث تستوجب الوحدة للفرقة والتجمع للانفراد. وفي الختام أتضرع إلى الباري عز وجل أن يحقق اجتماعنا المبارك النجاح والتوفيق والسداد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.